كنت قال هو واحد الفيلم مشيت نشوف السينما سميتو مطلقات الدار البيضاء اللي جيب اوكسي دو كازابلانكا. يلا حضرتني الفرصه اللي نمشي نتفرج فيه. شوف المعرضات شي عليا هنايا مشيت خلصت اختي هذيك البركه ودخلت تفرجت يا اخ زعما بشكل عائلي مع الاصدقاء وداكشي فين شفنا هذا الفيلم. هذا الفيلم كنحيي اصلا المخرج ديالو والسيناريست ديالو باسكو الموضوع اي سامبا السوجي لي سامبا كيهضر على لي فام دي بورسي وبزاف ديال الناس كاين كيبغيو يعرفوا بحال هذه شوف بحال الافلام اللي كيناقشوا هاد المواضيع. السوجي امبورطون كاستينغ مزيان يعني كاين كل ما يحفز انك تشوف داك الفيلم. صوف كان ملي دخلت شفت الفيلم كنت فريمون فرستري ما عجبنيش الطريقه كيفاش تم تناول داك الموضوع ديال الطلاق. الفيلم كله كيدور على ان بزاف ديال المطلقات هي اللي كتقلب على ان رونديفو هي اللي كتقلب على ان رونكار هي اللي كتقلب على باش تعاود حياتها. هي وحده عاودت حياتها مع واحد صغر منها وسجلها وداك يهددها بلي فيديو. هي اللي مشات كدير رونديفو مع شي واحد راجل صدق مزوج يعني ما بغيتش ما حكاش ندوي على تفاصيل الفيلم كله ما عطيتش اكزامبل ما لقيتش هذوك لي فري بروبليم ولا المراه المطلقه اللي عاودت حياتها اللي ركز على راسها ركز على الكارير ديالها على خدمتها على ولادها كلشي اوتور دو العلاقات اللي كدير المطلقه بعد الزواج. كان ما كتطلقت ولا عندها هدف واحد انها تقلب على فين هو مشاكل الوصاية فين هو مشاكل الباسبور تاع البلاد اللي ما قدرتش تجيبيهم لراسك فين هما لي فري بروبليم دو فام ديفورسي فين المشكل ما عندهاش فلوس يعني فين هو المشكل انها الا بغات تسافر بلونفون ما يمكنلهاش تخرج خاصها اوتوريزاسيون ولا منعها تخرج فين هو فين هما لي فري بروبليم. راه كاين المرأة اللي كتطلق كتدخل بزاف دوامة من المشاكل ما كتساليش لهاد الشيء كاع وكاين المرأة اللي كتطلق ما كتبغاش باغا كاع تعرف حتى شي راجل أبخي يعني فين هما المشاكل ديال المرأة اللي فغي بروبليم اللي كنتسنى أنها تكون معالجة درامية لذاك المشكل ولا غير إكسبوزيسيون دراماتيك كيف منى زكي درت فيلم تحت الوصاية مسلسل تحت الوصاية اللي كان مانيفيك على فغي بروبليم دو فام ديفورسي لقيت فريمون جيتي فرستخي كنت كنتسنى بزاف الحوايج من ذاك الفيلم وملي خرجت واش كان كوميك الفيلم زعما ما هو كوميك كوميك ديبيل كوا ما غاديش هو ما كانش كوميك كان فيه دراما قصه في مجموعه من الناس معروفين زين بعبيد نجاة عالمي سعيدة شرف جوبونس اول جوبونس اول مره خديت مثل كان مجموعه من الفنانين اللي معروفين كانت بشرى اهريش مي زعما مشيت للكاستينغ وشفت الموضوع فريمون تحمست بزاف باش نشوف داك الفيلم مي في الاخر لقيت بالله ماشي داك بحال انا جو بونس كنت متوقعه نشوف شي حوايج ما شفتوش في داك الفيلم يقدر اوسي حيت كاين بعض المرات كيوقع واحد الخلط انه كنمشيو كنهزو قصه من فيلم امريكي مثلا ولا فيلم فرنسي وكنجيو كنحطوه سي با لي ميم بروبليم معاناة المرأة ديفورسي في أوروبا ولا في أمريكا ماشي هي المرأة ديفورسي في المغرب ولا في العالم العربي أون جينيرال. كاين الضغط ديال السوسيتي كاين أنها كتشوف شوفة وحدة في شكل كاين بون سا ديبون على لي ديغري ديال العائلات وعلى لونتوغاج فين كتعيش هاد السيدة ولا البوست اللي عندها. مي أون جينيرال كتكون أن بو مال في ودايوغ جي جامي كومبخي بوكوا لأن بحال المرأة ما عندهاش حق أنها تعاود حياتها. فكاينين كنظن أنا كاين في الدنيا أولويات بالنسبة للمطلقة كيف قلتي غنمشيو مثلا عند المصريين اللي سابقين بسنوات ضوئية في هذا الدومين. نهار داروا فيلم ديال فاتن حمامة أريد حلا وتقلب عليه قانون ونضت يعني خاصة مشي ودي تحك غيال ما شكرا كانت كرفاص كيفاش المحامي كيلقى كيفاش علاش حنا يا المخرجين ويا السيناريست علاش كتمشيو كتكتبوا شي حوايج ما كاينين شو كدير واحد ليماج ما كايناش وكتبغيو دير واحد القصص ما كاينينش وحنا مجتمعنا مليء بالروايات والقصص الحقيقيه ربعه دويره في زنقه وتعالى تسمع السيناريوهات حتى اشرب معايا قهوه والله الا في جعبتي في جعبتك الكثير مطلقه في الدار البيضاء في جعبتك الكثير علاش كنمشيو حنا شي حوايج ما كاينينش كنبقاو في ديك الرفايد
قال نو باسكو لومي امبورطون دو لا في دو لا فام بقى داكشي كاريكاتورال وداكشي ديال البهلان مع الاسف خنا الفيلم ما شفتوش ولكن كان دو فاسون جينيرال انهم كنتريتو دو سوجي كنتريتو دي سوجي بهلين بحال حنا جايين بلانيت مارس ويلا كنجيو كنطلعوا على المغرب لا كنعرفوا المغرب مزيان كيما فين ما بغي يكون ستاتيو ديالنا سوسيال ولاد شكون غنكون ولا ماشي ولاد شكون غنكون ولا بنيكس حنا كاع كنعرفوا المغرب وكنعرفوا مشاكل المغرب وكنعرفوا شنو كاين في المغرب والدوامه اللي كتعيش فيها المراه المطلقه دونك رافه بهذا الشعب عطاونا دي برودوي الله يعطيكم الستر يكونوا سورتو انكم ماشي كديروا فلوس الشعب دونك عطاونا دي تروك سي فو بلي كي غوسومبل لبلادنا ما تعطوناش شي حاجه ما كايناش حتى انت ملي كنتي في لوسترالي واحد ولد عمتك مرته اوستراليا وقع لها هادشي جي ديرنا داك التمنقيل هنايا شكرا زعما فريمون عندك الحق باش دير ان فيلم واحد الموضوع اللي هو شويه معقد و ظاهره وسورتو ك نسبه الطلاق طالعه في المغرب ودابا ولاو بزاف ديال المطلقات خارجين وبزاف كاينين وزيد وزيد وبزاف ديال لي مونك اللي خاصهم لهاد المطلقات كسوسوا من جهه ولكن كيحاولوا في المدونه يقلبوا على كيفاش هذا ولكن باقي خاص بزاف باقي خاصنا بزاف مراه مطلقه باش تعاود حياتها مشكله خاصها تخاف من راجلها الطليق واخا هو مجوج حيت يقدر ياخذ لها لاكارد وياخذ لها وليداتها تخاف من الدعم اللي تعطى للارمله وتعطى هذا وما تشافش المراه المطلقه اللي ما كتاخذش لا بونسيون اللي ما كتاخذ تريال على وليداتها الراجل ما كاينش في العالم مسافر في شي بلاد اخرى ولا ما كاينش وما كيعطيش لا بونسيون ولا مشى للحبس حيت ما عطاش لا بونسيون المره الاولى المره الثانيه المره الثالثه ما كيبقاش يمشي كتولي هكا واللي المراه اللي كتفيق في الصباح وتخدم ثلاثه ديال لي ميتي على قد دوك الوليدات وزيد وزيد وانا عارفه علاش كندوي فيلم خاص تكون اون ريشيرش إلا كنا ما خصناش نديرو كيف قلتي بحال برا بحال الناس ديال الامريكان ولا افلام ولا لي غراند برودكسيون او موان تكون اون ريشيرش اي اون انكيت ودي تيمونياج و بوركوا با دي زيستوار فري وتمشي تقول ايسيو دون ايستوار فري وتمشي تبحث وتمشي تسول الناس وتدخل عند هذه المراه المطلقه تسولها واخا دير لها الفلو كنا اور نقولوا اور انت كنا دوينا لي بيوبيك ما كاينينش بزاف جوستومون هذا الفيلم هذا ديال المطلقات سي اون تري بون ايدي ليدي اي لا ولكن لا كرياتيفيتي ما كايناش شفت الفيلم باسكو لو تيتر عجبني Et ça m'a parlé, l'affiche du film. Je me suis dit, voilà, on trouve pas le film. Ok, je me réfère à ce que je me suis dit. Je me suis dit, critiquer le film qui va se dire, ça ne chauffe pas. انا ما شفتوش دونك ما غاديش هذا مي راه لا شفتوش فوالا غنشوفوها ما شفتش شوفي نمشي شوف انت خفلتينا لا حيت انا خاصني فيلم اللي خفلتينا انتي لا لا سير خفلتي فيلم ما حطش في السينما من دغيا جراكم معايا يوز وي حنا نجلسوا اللور ماشي مشكل كنا عند ليا عرفت شحال كانت سمير قال لي في السينما ولا لا نديوها معانا اختي ممنوع كيفاش ممنوع؟ ما بغا يقلبونا بيان سور بيان سور ممنوع لي بواسون ولا البوب كورن يدخلوا كينا في ليترونجي باسكو ما خاصهم يبيعوا ديك القليل اللي عندهم وكيبيع لك واحد الكسكاس كبير بزباله ديال الفلوس ما كاينش كسكاس صغير